السلام عليكم ليكيب. اليوم راح نديروا مراجعة على طابلة جديدة لشركة بلوك فيو اللي اسمها تيب 18. قبل ما نبداو ليان تاع علي اكسبريس راهو تحت في لا ديسكريبسيون، وما تنساوش ديروا جيم في لا فيديو. ويلا نبداو في الانبوكسينغ ديالنا. بون مور ما نفتحوا الباطا نلقاو الشارجور، الكابل تاع الشارجور بيان سور، كيتمان ديالهم، الكتاب تاع الطابلات واللي تفتح لابيس، وعندنا تاني بروتيكتيف كيس. ديزاين ديالو سامبل بزاف والملمس تاع الطابلات بزاف مريح. نروحوا للكاميرا. الكاميرا الخلفيه فيها 16 ميجا بيكسل، صافا كاليتي مليحه للطابلات. والطابلات هذه فيها ميدياتيك هايبر انجين و 2.0 لايت جيمينغ تكنولوجي. لي ديمونسيون فيها 12 بوس الترا لارج 2.44 ديسبلاي. والطابلات هذه تقدر ديرها في مود تاع بي سي ودير لها كلافي عادي. دوك نوريلكم كيفاش اكتيفيو ملتي ويندو فيو ان بي سي مود، وتكونيكتيو الكيبورد ديالكم مع الطابلات. تقدروا تستعملوا تاني البان باش ترسموا، سحاب الجرافيك ديزاين ولا لي ديسيني، وتساعدكم بزاف. عندنا تاني لابليكاسيون تاع ايزي شير اللي تقدروا تبارطاجيو لي زانفورماسيون ديالكم مع الطابلات هاديه، وتتبعتوا لي فيشي ولا اي حاجه فيت فيت. لازم برك تطلع لابليكاسيون هادي في التليفون وتكونيكتيها مع الطابلات. بون الطابلات هاديه راح تخرج ل 11 نوفمبر 2023 وراح تكون بروموسيون تاع 50% في الانطلاق تاع البيع، وتقدروا تشريوها ب 203 دولار. اللي يحب يشري اللي تاع علي اكسبريس راهو تحت في الديسكريبسيون، يبعثكم ديريكت للسيت. ولحقنا لافين تاع هاد لا فيديو، ما تنساوش ديروا جام، تابوني، تاكتيفيو لا كلوش بيان سير باش يلحقوكم لي فيديو جديد ان شاء الله. سلام.